بسم الله الرحمن الرحيم. مجددا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حصة من حصص التحضير لشهادة الرصياص. واليوم إن شاء الله راح ناخذ آخر objectives في التحضير لهذه الشهادة اللي هو الكونتينر. أوكي، لازم واحد يكون عنده مبادئ التعامل مع الكونتينر، كيف التعامل مع الكونتينر، ويكون عندكم رابط بين الكونتينر والسيستم دي، كيفية التعامل مع التخزين كذلك مع الكونتينر والنتورك. راح نشوفه إن شاء الله في عجالة ما يمكن ولا ما يجب على المتقدم لشهادة السياسة أن يكون على دراية به. الشيء الأول اللي نبدو به إن شاء الله هو معنى الكونتينر في حد ذاته. لما نتكلم عن الكونتينر، دائما عندي مشكل مع القلم. كونتينر عدة أسئلة تطرح فيما يخص استعمال هذا المصطلح. هل هو operation system؟ هل يحتوي على operating system؟ هذا السؤال الأول. أو هل هو سيستم ولا نظام قائم بذاته؟ ما هو الفرق بينه وبين virtual machine؟ واحد اللي يستعمل محاكاة في الأجهزة، هل نفس الكونسبت نفس الشيء لما مفهوم كونتينر مع الفي ام؟ لما نتكلم عن الفي ام، ما هي كذلك الادفانتج ولا ما يضيفه الكونتينر في على الاستعمال اليومي للاي تي بصفة عامة؟ هنا لما نتكلم على الكونتينر، كونتينر احنا نقول ليس OS. اوكي، كونتينر ليس اوبريتنج سيستم. اوكي، ليس بالاوبريتنج سيستم، لانه اذا كان اصلا اوبريتنج سيستم راح رجعنا للمفهوم الفيرتوال ماشين. اوكي، هذا الاول كونسبت. كونتينر معناته هو شيء لا علاقه له ب هل الكونتينر نفسه نفس الفيرتوال ماشين؟ الاجابه لا، لانه الفي ام هو نقدر نتكلم ونقول انها هوست قائم ذاته. هوست قائم ذاته معناتها نفسه نفس الفيزيكال هوست، هي الفيرتوال، ارجعناه فيرتوال لكي تكون لدينا مرونة في التعامل مع الأجهزة التي تحتوي على كثير من الريسورسز، عندها ميموري كبير، عندها سي بي يو كبير، هذه نتعامل معها مع الفي ام. ليس او اس، ليس في ام، ما هو الكونتينر؟ لما نتحدث عن الكونتينر لازم واحد اصلا قبل يعرف معنى الفي ام. اوكي، واللي تستعملوه حاليا مثلا في هذا اللاب، اللي نستعملوه حاليا في هذا اللاب، لما نتكلموا عن الفي ام نتكلموا على هي اوبريتنج سيستم او اس. اوكي، الاو اس قادر يكون او اس كامل اللي نفسه راح يكون فيه الهايبرفيزور، وبعدين على نفس الهايبرفيزر راح نقوم بإنشاء الـ VM. أوكي، راح نقوم بإنشاء الـ VM. لما نتكلم عن الـ VM، الـ VM بحد ذاتها لازم يكون عندها كذلك
او اس اوبريتنج سيستم خاص بها، وبالطبع بعدها تجي الابليكيشن اللي نستعملوا فيها. اوكي، كانت ويب كانت اي شيء. الاواس هنا مثلا هنا كان لينكس قادر هنا يكون ويندوز، كان هنا ويندوز قادر يكون هنا لينكس، كان هنا في ام وير مثلا قادر هنا يكون لينكس وقادر يكون ويندوز. هذا ما يستعمل حاليا في مثلا كي تستعملوا برامج مثل فيرتوال بوكس ولا مثل VMware Workstation ولا VMware ولا الناس اللي تستعمل هايبرفيزور المستخدم عند الشركات ولا في برودكشن، ليكون مثلا UXSE بالنسبة ل VMware، KVM بالنسبة ل Linux، Hyper-V في بالنسبة لمايكروسوفت. اوكي، هذا بالنسبة لليوزر عادي وهذا بالنسبة للشركات ولا في البرودكشن. لكن المشكلة اللي عندنا انه بعض الاحيان مثلا يكون عندنا نفس الابليكيشن اوكي حاطينها على 2 في ام، وهنا نقول ان بنضيع كثير من الريسورسز. مثلا عندك انت ويب ابليكيشن، اوكي هنا ويب ابليكيشن محطوط على الاباتشي فيرجن ان دوت 1، اوكي وهنا درنا نسخه جديده من الابليكيشن، لكن هذه النسخه كومباتيبل مع اباتشي 2.4 اخر عفوا اخر. السؤال انه الابليكيشن نفسها اوكي بعض التعديلات اللي دخلنا عليها بعض الفونكشناليتي اللي كاينين بس في 2.4، معناتها اذا عملنا نفس الابليكيشن على هذا الاواس ما راح تشتغل، لانه هو راح يكون عنده فونكشناليتي موجودين الا في 2 ولا 2.4، لكن هنا عندك 2.1. وفي هذه الحاله راح تكون ملزم ان يكون عندك 2 من الفي، مع انه كل شيء نفسه. معناتها اذا هذا الفي ام اخذت راح نقوله 30 جيجا، هذه نفسها راح تاخذ الرقم. هذه اخذت 6 جيجا ميموري، هذه راح تاخذ 6 جيجا ميموري. والآن مع تسارع الاستعمال خاصة الويب، حكاية أنك تقوم بتحضير VM كامل راح تأخذ وقت، حتى لو أن واحد يقول لي نعم هناك الأوتوميشن وهناك التومبليت، لكن بالرغم من هذا راح تأخذ وقت كثير. ضف إلى ذلك أنه الريسورس راح تأكلهم على الفاضي. هنا راح نشوفوا شيء ثاني اللي خرج مع الكونتينر. الكونتينر رحنا شفنا شيء آخر، راح يكون عندنا نفس الماشين أوكي، راح تكون عندنا نفس اللاير الأول اللي هو OS، لكن هنا أوكي هنا راح تكون عندنا شيء ثاني اللي هو كونتينر. اوبس، عوض ما نستعمل الهايبرفيزر راح نستعمله كونتينر ران تايم. اوكي كونتينر ران تايم، كونتينر انجن. اوكي
شو معناتها؟ معناتها انه الان الاو اس راح يتعامل مع الكونتينر انجين، والكونتينر انجين يخليكم تعملوا ايزوليشن بين الابلكيشن. معناتها انا الابلكيشن حاليا اللي كان عندي هنا راح يكون بالطريقه الاتيه، تغيرت الحكايه ولات هنا ابلكيشن وهنا ابلكيشن وهنا ابلكيشن، هذه فيها دوت 1 هذه فيها دوت 2 وهذه فيها دوت 1، وكل واحد من هذه الابلكيشن راح تشوف نفسها انها بتستعمل كل الريسورسز اللي داخلين على معناتها انا في هذه الحاله ممكن اني استعمل بس هذا الفيام نحط فيه كل هذا الشيء هنا. اوكي تحط فيه هذا، والفيام الثاني تكون بنفس الشيء، وهكذا نربحوا كثير من ريسورسز، كثير من الوقت، كثير من حركات. وهنا يكون عندنا الاستعمال الديفوبس ولا الديفوبس كولتر، تكون عندكم ثقافة ديفوبس تكون أسهل في التطبيق على على استعمال الفيام. معناتها أنه الكونتينر وش راح يكون فيه؟ راح يكون فيه بس الابليكيشن والليبراري ديبندنسي. لما نهضروا على الابليكيشن نهضروا على البيناري، معناتها هنايا هذا عنده بيناري وعنده ليب، هذا عنده ليبراري وعنده بيناري، وهذا عنده ليب وعنده بيناري. البيناري اللي كان هنا مش نفسه اللي كان هنا، وحتى نفس الشيء بالنسبه للليبراري. وهذا يخلينا نعملو ايزوليشن. واحد يقول لي كل هذا مبني على ايش؟ لانه الايزوليشن هنا تبنات في حقيقه الامر على كونسبت جاي اصلا من لينكس، اوكي، اللي هو سي جروب. اوكي راح نديروا الايزوليشن بالسي جروب. اوكي والنتورك نستعملوا فيه نيم سبيس عشان ايزوليشن، ونستعملوا اس او اس اي لينكس وسك كوم علشان السكيورتي، علشان سكيورتي. انا هنا دخلت شويه في الديتيلز نتاع الاستعمال نتاعهم، اوكي، لكن تاخذوا فكره. معناتها واحد ممكن انه يستغنى عن الكونتينر ران تايم اذا كان متمكن كثير في هذا التولز، اذا كان متمكن كثير في هذا التولز. اوكي، وهنا لما نتحدث عن على الران تايم، اوكي، على الران تايم هنايا عده برامج جي في الرأس. الأول والأشهر هو دوكر، أوكي، حاليا دوكر شعبيا تاعو نقصت لعدة أسباب، ليس الهدف من الحصة التكلم عن هذا. فيه راكت، فيه بودمان اللي احنا راح نشوفه. اوكي، خلينا اعطيكم فرق بين البودمان والدوكر. البودمان الدوكر قائم على سيرفيس، معناتها كاين دوكر سيرفيس اللي لازم يكون شغال. اذا السيرفيس ما كان شغال كل الكونتينر اللي عندك على السيستم راحوا وما عندهم حتى معنى. الفرق بينه وبين بودمان، بودمان is integrated في الكرنل، معناتها أنه يستعمل يتعامل مع الكرنل مباشرة من غير التعامل مع السيرفيس. معناتها إذا الحالة الوحيدة وين يكون فيها الكونتينر غير متوفر هو حالة إيقاف الأوس بحد ذاته، إيقاف الأوس بحد ذاته. أوكي، الشيء الثاني أنه
دوكر يشتغل كثير على الروت. اوكي، اصلا في الفيرجن اواخر الفيرجن تاعه دخلوا كونسبت جديد اللي هو روتلس كونتينر، وهذه كانت طفره عن دوكر، لانه للتعامل مع الكونتينر لازم يكون عندك بريفيليج من عند الروت، لكن في بودمان يمكن انك تستعمله مباشره من غير استعمال هذا فيما يخص كل ما عنده علاقه بالكونتينر والفي ام والفرق بينهم والاستعمالات اللي نشوفوها فيهم. حتى لتكون عندكم فكره، حاليا مثلا فيه برامج تستعمل الكونتينر في حد ذاته من اجل انشاء في ام. اوكي، الفي ام اصلا مبني على كونتينر. ما راح نتكلم على هذا ادفانسد توبيك. هل في اسئله بالنسبه للكونسبت على الكونتينر؟ الان راح نتكلم على شيء ثاني، هي كيفيه التعامل مع الكونتينر. الكونتينر عنده مفهوم كونسبت كبير اللي هو الهوست في حد ذاته، يعني يتم تشغيل الكونتينر، وفي شيء ثاني واسمه ريجستري. اوكي، ولا هذا مستودع، ما يسمى مستودع الحاويات الكونتينر. هنايا ما عندك كونتينر، عندك ما يسمى بالايماجز. اوكي، لما نتعامل مع الكونتينر الحاجه الاولى اللي راح تقوم بالعملها هي انك تجيب الايماج عندك، وهنا تكون عندك الايماج. اوكي، هذا نعملوه بما يسمى بالبول. اوكي، بعدين هذا الايماج نعملوا عليها ران ويخرج لنا هنا الكونتينر. اوكي، ويمكن انك تجيب كونتينر ثاني من نفس الايماج. راح نشوف شيء ثاني. انا قررت اني اعمل ران مباشره على كونتينر ويب. ران مباشره والكونتينر غير الايماج غير موجود في الهوست، راح هي نفسها تطلب من ريجستري ران، راح يدير الباك جراوند بول، يجيب الايماجز يحطها هنا، بعدين يحط عليها يعمل عليها ران ولا يشغلها. معناتها فيه لوكال ريبوزيتوري ولا لوكال ريجستري اللي هو تنشأ مباشرة بعد تشغيل البول ولا الران، وفيه ريجستري. هذا الريجستري قادر يكون public وقادر يكون private، قادر يكون خاص بك. احنا لما نتكلم على public راح نشوفه انه مثلا لما نتكلم على Red Hat نستعمله بودمان. اوكي، بودمان لاستعماله يلزم تثبت الموديول مش الباكيج، تثبت الموديول. اوكي، هذا الموديول اسمه container tools. اوكي، هذا وش راح يعطيك؟ هذا هو بنفسه راح يعطيك الثلاث برامج مشهورين عند ريد هات. الاول اللي هو بودمان، وهذا برنامج يخليك تتعامل مباشرة مع الكونتينر. اوكي، والكونتينر ايماج. اوكي، والشيء الثاني اذا حبيت تتعامل فقط مع الايماجز
ما راح تشغل كونتينر، حب تعمل كوبي، حب تعمل ديليت للايماج، حب تعمل ساينينج للايماج. هنا نستعمله سكوبيو شيء ثاني. اذا حبيت تنشأ ايماج فروم سكراتش مثلا، هنا نتعامله مع بويلده، ماشي بويده، بويلده. هذا عنده علاقة بالإيماجز، معناتها هذه إيماجز كرييشن، هذه تعامل مع الإيماجز بس تعمل عليها كوبي ديليت مثلا وشيء أشياء أخرى عندها. هذه تتعامل مع الكونتينر، تعمل عليها ران، تعمل عليها انسبكت، تعمل عليها كثير من الأشياء الخاصة بال الكونتينر. هذا فيما يتعلق بالكونتينر. راح نروح الآن كيف نعمله ران للكونتينر. ران للكونتينر غيره أوكي. الآن الشيء الأول اللي لازم نتفاهموا عليه هو أنه تتأكد أنه يوم موديول ليست كونتينر تولز أوكي. لازم تتأكد أنه هذا الموديول عندك available container tools وهذا install اوكي. هذا install، هاي هنايا معناتها انه install هذا اللي عندنا. اذا حبيت تدير version قديم لازم تستعمل الفيرجن اوكي. هذا اخر version على الرام، انا عندي اصلا الان هو مثبت اوكي. لما نتكلموا على الايماجز، الايماجز من المفروض يجيبها من ريجستري. انتم الريجستري الديفولت ريجستري اللي عندكم يمكن تشوفوه في الكات تي سي كونتينر ريجستري مباشره.com اوكي. وهنا راح تشوفوا الريجستري تاعكم ديفولت ريجستري، هاو ريجستري. هذا هما الاوفيسيال ايماجز عند ريد هات. يمكن تزيد مثلا دوكر دوت ايو، تزيد هنايا لاستعمال الايماجز اللي محطوطين على دوكر. مهم لازم تاخذ بالك هذا الفايل يمكن انك تستعمله روت، تعمل التحديث هنا على الروت مباشره في الاي تي سي ويكون مطبق على كل الناس اللي تستخدمه مباشره. لكن كل يوزر عنده البوسيبيليتي انه ينشا كونفيجريشن فايل نتاعو، كونفيجريشن فايل نتاعو هذا يكون يعطيك مرونه في التعامل مع هذا. مثلا شيء ثاني، هذا اكزامبل ثاني الكاي، هذا كذلك خاص بريد هات. دوكر انتم ما تعرفوه اصلا. لما نتحدث على البول البودمان اوكي، بول الريجستري اللي شفناه اوكي، مثلا ريجستري ريجستري دوت اد هات دوت ايو اليونيفرسال بايج ايماج مثلا، واحنا يمكن ان نعمله لاست. شو معناتها هذه؟ اذا شفنا هذا الاسم هنا عنده معنى. هذا الاول اوكي هو اسم الريجستري اللي مخزنين فيه الايماج
اوكي، هو اسم الريجستري المخزنين فيه الايماج، هذا اسم الايماج وهذا اسمه. طيب بعض الاحيان نصيبه حتى اسم هنا، مثلا نصيب هذا، وهذا يكون عنده علاقه باسم لإنشاء الإيماج ولا الأورجنيزيشن ولا اسم من أجل التنظيم، هو يمكن تصيبه، لكن يمكن كذلك تعملوا له بول مباشرة. وإذا واحد ما يعرفش اسمها مثلا، يمكن أنك تعمل سيرش على مثلا، روحوا نشوفوا HTTPD، خلينا نشوفوا الأكثر استعمالا عندنا، وراح تشوفوا هنايا أسماء نتاعها. أوكي، هاي الأسماء تشوفوا، يمكن أنا أعمل جروب على هذا باش نشوف بس اللي عندهم علاقة بال Red Hat 8. وهذه هي، إذا حبيت الآن أنا نجيبها عندي، إذا عملت بودمان ايماجز مباشرة راح تكونوا عندك الايماجز اللي هما ستورد في عندك في الـ في السيستم. راح ندير بودمان بول ونجيب الاسم مباشرة. اوكي، هنا انا درت مخصوص لانه من المفروض أن هذا الريجستري إذا كان محمي باللوجين لازم تعمل لوجين قبل ما تستعمل البول. إذا كان بابليك ريجستري ما راح يصير معك هذه المشكلة. أنا راح أقول له بودمان لوجين لازم يكون عندك ريد هات اكاونت ريجستري الاسم مثلا نشوف اذا فيه مشكل. اذا ما فيش مشكل راح يقول لك لوجن سكسس ونعاود نرجع على هذه مهمه كثير، لازم تعمل لوجن قبل ما تستعمل بودمان اذا كنت بصدد استعمال ريجستري Protected Registry، معناتها Registry مش Public، لازم يكون عندك Account. هذه والآن راح نشوفوا شيء. شفتوا أن Research ما في مشكلة، Search تقدر تشوفه عادي، لكن Pool مستحيل. ولما راح يجيب Pool راح تشوفوا أنه يعمل Blob، هذا ما يسمى باللاير. هذه المفروض واحدة منهم هي الأولى، هي البيز، وزادوا عليها بعدين ال بارامتر. احنا ما ندخلوا في هذا الديتيلز، اللي يهمنا انه الايماج لازم تكون عندنا. راح نديروا بودمان ايماجز، راح تشوفوا باللي عندنا مع تاج لاتس، تاج لاتس. انت من المفروض انهم في البرودكشن، ولا انا قادر نكون عندي تاج تيست، تاج برود، تاج يكون فيه الفيرجن على حسب. مثلا هذا آخر مرة تم التحديث، هذه 4 أسابيع و فيه 471 ميجا. أوكي، خدوا بالكم هذه على حسب. من أفضل واحد يستعمل إيماجس اللي يكونوا صغار، إذا ما عنده كونكشن تكون مليح. أوكي، وهنايا الآن راح نعملو ران عليه، بودمان ران. هنا بعض الأحيان أن نضيفوا الاسم من الأحسن، هو يمكن يعطيه هو اسم بصفة تلقائية، لكن للتعامل بعدين معاه ستوب ستارت ارام من أجل حذفه، هنا من الأفضل يكون عندك اسم وتعطيه اسم مثلا فيرجن، ويكون عنده هذا اسم عنده سينيفيكيشن. اذا عملت هكذا
راح اعمل له لا. خذوا بالكم هكذا راح يدخل مباشرة. من المفروض انه هنا عندك يا اما تدخل بالاي تي، اوكي التي معناتها تي تي واي اللي هي بسودو تيرمينال، والاي معناتها انتراكتيف. اذا حاب تعمله اون باك جراوند تخليه شغال اون باك جراوند راح استخدم الدي، لكن اذا استخدمته ماينس دي لازم تقول له اي شيل راح تشتغل عليه بين باتش. في ايماجز ما تجي شغال عليها الباتش معناتها يشتغلوا بالاس اش، ولا اصلا ممنوع انك تدخل. هذه على حسب الانسان اللي عمل الكرييشن ولا انشا الايمج. شوفوا اني دخلت حاليا انا في يمكن اني اعمل مثلا هوست، راح تشوفوا اسم اي بي عاد ما في هذه الكوماند. تشوفوا انه بهذه الطريقه عرفت انه الايماجز اللي عندي مش اواس، لانه اي اواس نثبتوه اضعف الايمان يكون في هذا الكوماند. اوكي اذا عملت الاس حتشوف انه ما في شيء. اوكي انت اللي همنا الان راح اعمل اكزيت، خرجت منها. خذوا بالكم لما خرجت منها اعمل بي اس بتشوف الكونتينر اللي حاليا شغالين، تشوف اللي ما كان. وهنا بالماينس ا راح تشوف اللي كان فيه واحد لكن اكسس، اوكي لانه كان انتراكتيف، كي نخرج منه مباشره السيستم يعمل له ستوب. وش لازم ندير؟ انا لازم من الافضل انك تعمل هي الاسم تاعنا ويب واعمل له ارم. اوكي إذا حبيتوا يكون بصفة خليه يعمل execution، في هذا الحال نستعمل minus day، نستعمل minus day. أوكي إذا عملت بودمان بس راح تشوفوا مباشرة أنه شغال حاليا. هذا الـ ID الخاص بالكونتينر الخاص بالسيستم، وهذا الاسم اللي اعطيناه له، الكوماند اللي استعملت. اوكي واحد يقول لي هذه من كوماند، المشكل انه مثلا انا السيد اللي اشتغل على هذا الويب ابلكيشن ولا الويب سيرفر يستعمل اي بورت. هذه الاشياء ما تقدر تعرفها، هو لازم تكون عندك دوكيومنتيشن على الايماجز. اوكي اذا ما عندك يمكن تعمل بودمان حاليا، انا يمكن نشوفها انسبكت واسم ايماجز. اوكي راح تشوفوا هنايا عندكم استوري تاعها، الوقت اللي عملت عليها الكرييشن، اخر تحديث تم هو يوم 24/3. اوكي نبدأ يكون عندكم اصلا البويلد مين عملوها، مين جابوها، اوكي كيف اصلا اشتغلوا عليها. نزيد ونروحوا اكثر الفيرجن والديسكريبشن عليه، زيدوا نطلعوا شوية اللايرز هذو اللي شفناهم، اللي شفناهم من كان يعمل البول. الفيرجن شكون اللي اشتغل عليها، نطلعوا شوية. انا راح نشوف ليه من هي هي الكوماند ران، معناتها هذا الايماج اذا عملت لها ران اذا حولتها الكونتينر مباشرة هي راح تعمل تشغيل هذا. اوكي راح تشغل مباشرة هذا وهنا عندك بارامتر اذا حبيت تغيرهم، هذا الداتا باث اوريجين داتا باث، واللي يهمني انا اكثر انه البورت. شفتوا اكسبورت، هذه ممكن
تستعمل البورت 8080 ولا 8443، معناتها ما بيستعمل الديفولت بورت اللي هو. لكن خذوا بالكم انه لازم تشوف بودمان بورت ماينس ال، تشوف البورتات اللي حاليا شغالين على هذا الكونتينر. حاليا احنا ما اعطيناه بورت، وفي هذه الحالة لازم تعطيه البورت اللي يشتغل عليه، البورت اللي لازم يشتغل عليه. احنا مثلا فيكم مثلا بودمان بيس، فيك مثلا تعمل لها ستوب للويب، شتو احسن الان ان اعمل الويب؟ يمكن اعمل ارام، هذه باش لانه ما تقدر تعمل ديليت الكونتينر اذا ما كان اصلا حابس. هنايا اما تستعمل الاي دي واما تستعمل اسمه. والجميل في الاي دي انك اذا كان عندك كثير من الكونتينر طالعين يجب كتابة بس الحروف التي تمكنك من تمييز هذا الكونتينر. مثلا انا هنا يمكن اعمل سي اي لانه هو الوحيد اللي اسمه سي اي، وفي هذه الحالة اذا عملت اعمل له ديليت بودمان مباشرة بي اس ماينس ا، ما عندي حتى فيه إمكانية عوض ما تدير ماينس دي. أوكي، عوض ما تدير ماينس دي تروح تدير الكوماند مباشرة عليه، مثلا كات سلاش تي سي او اس ريليز. وهنا شفتوا اعطاني مباشرة انفورميشن على فايل اللي جاي في الكونتينر. اعمل لاخد، خذوا بالكم هذه بودمان بي اس الكونتينر ما هو شغال، لكن اعمل تشغيل من بعد اعمل اكزيت. راح نعمل له انا ارام لانه 2 اي من الافضل واحد اذا كان حب بس يجيب انفورميشن نزيدوا معاها كلمة ارم، معناتها انا اصلا حاب معلومة من الكونتينر ولا من الايماج، ما خصني يقعد لانه بعدها راح يعمل له اكزيت ويقعد لي في الكاش وما عندها حتى فايدة. انا وش راح ندير؟ ارم اعمل اعطاني اذا مد بودمان بي اس ماينس ا ما في كونتينر، لأن أنا محتاج بس هذا الـ information، محتاج بس هذا information من الـ. يمكن مثلا أنت تعمل هذه كذلك مشهورة environment، وهنا نجيب فيها أنا مثلا كل الـ environment اللي شغال عليها. مثلا هذا الـ host name يمكن جبته مباشرة الايماجز. اوكي، هذا كل ما يتعلق بالايماجز وكيفيه الحصول عليها. واحد اذا حب مثلا قلنا انه الكونتينر بودمان انفو تعطيكم معلومات على والاكبر معلومه تهمكم انتم انتم في هذه الحاله هي هذا سيرش، لانه تتاكد مثلا انت حبيت تستعمل دوكر دوت اي وتشوف باللي لما عملت كونفيجريشن ماخذها بعين الاعتبار وعندك ايماج في الدوكر دوكر دوت اي وما جابها، لازم تعمل دوكر انفو تتاكد انه عندك عندك. اوكي، هذا فيما يخص التعامل مع الايماجز، التعامل مع الايماجز. اوكي، اذا حبيت تشوف الايماجز اللي عندك بودمان
images، وهنا عندك إذا كان الإيماج عندك هنا يمكن تعمد له بودمان، انسبكت عادي. أوكي راح نشوف الفرق الآن بين الانسبكت هذا، لكن إذا عملت مثلا خلينا نشوف الجراف 7 راح نشوفه تاع الفيرجن 7، يقول لك انه فيه واحد بالفيرجن 7 ما فيش، المفروض ان راح ناخذ اي واحد منهم نعملوا له انسبكت. اوكي هذا مثلا راح يقول لك هذه ما فيها، هذه ما هي عندي يعني. راح نشوف شيء اخر سكوبيو انسبكت نفس الشيء، ايماج خلصنا الريليز لاتست، من المفروض انه يجيبها مباشرة. invalid name ما اعرف. المهم اللي عندنا هنا انه الفرق بين بودمان انسبكت والسبيك او سكيبيو سكوبيو انسبكت، انه هذه تعمل انسبكت على الايماجز اللي عندك في الـ في الـ في الهوست، لكن سكوبيو يمكن انك تعمل انسبكت على ايماجز من غير ما تعمل عليها بول، من غير ما تعمل عليها بول. مثلا انت بتحتاج فيرجن وهذيك الفيرجن فيه بارامتر خاص انت حاب تستعمله، ما تروح تدير بول مثلا تقعد تبول على كل الايماجز حتى توصل على الايماج اللي انت من المفروض تستعملها. من الأحسن أنك تعمل أنسبكت مباشرة وتشوف الـ information اللي أنت يا هذه في. إذا حبيت مثلا الآن يعمل بودمان search engines مثلا راح تشوفوا هنا يا engines grab rare مثلا هذا يمكن تعمل عليه بول، مثلا بودمان بول. اوكي هذا فيرجن اللي عندك على حسب الفيرجن راح نجيبه هذا الفيرجن، راك تشوفوا مثلا انجيكس 5 نسخ يمكن يستعمل تاعها الان. انا وش راح ندير، انا قاع من هذا الغرض منها انه نشوف كيف نتعاملوا مع الايماجز، معناتها عندي هذه اللوكال ايماجز ستورينج سينياتر. اذا عملت ls dot local container storage overlay images راح تشوفوا باللي فيه اثنين من images. اوكي وعندكم حاجة يسموها images json اللي هي تعطيك فكرة على الايماجز اللي انت جايبهم. عندك اثنين من الايماجز هنايا، واحدة كل واحدة عندك كل المعلومات عليه. انا نعاود نرجع على الايماجز شوفوا هذا وين شفناه فل عندي هذه خاص بي. راح نشوف انا بودمان ايماجز بودمان
images راح ندير ارام image ونحط الاسم الخاص ب اوكي هو عملها دليت. خذوا بالكم هنا يا عندكم حسن الحظ ان عندنا فيرجن واحد، وهو اذا ما حطيت هنا الطاق ياخذ يحط عليه الطاق لاست. اذا كانت كلمه هنا من غير الطاق لاست وما استعملش الطاق مع اسم الايمج راح يعطيك ايرور. اوكي اذا رجعنا للالاس راح تشوفوا باللي تاكدت ان هذا 95 97 هو الفولدر اللي كانت فيه الايماجز الخاصه بنا في الاول. هل في اسئله لحد الان فيما يخص بودمان ايماجز تعامل معها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ انا ليماج كنديرها في الباك جراوند. اها. كيفاش نقدر ندخل ليها من ناظر ماشين؟ كيفاش تدخل ليها من ناظر ماشين؟ شو كيفاش انت راك حاب تدخل حاب تدخل حاب ندخل ليها؟ اها. نديرها في ليماج كنديرها في مثلا استعملنا ويب باغي تشوف كاش تعمل اكسس على الويب بيج هكا. ايوه نعم يا شيخ. مثلا احنا اذا اخذنا راح نشوفوها احنا من بعدين، لكن نشوفوها الان بعجاله. بودمان احنا متاكدين انه ماينس دي البورت اوكي البورت اللي استعمله هو البورت 8080 اوكي واسم الريجستري. نتأكد أنه موجود أوكي، والأهم أنه أعمل بودمان. راح نشوفوا حاجة ما قبل الوقت أنه هذا إذا عملت راح لوكال هوست لأنها في نفس الهوست، لكن لوكال هوست معناتها اللوكال الفيزيكال سيرفر. هنا راح نستعملوا هذا البورت. هذا البورت خاص بالكونتينر. اذا فيه كونتينر معاه في نفس النتورك يمكن يروح له على البورت 8080، لكن الناس من برا يشوفوه على هذا المابينج. اوكي هذه الحاله اعمل وهذا هو الواب. اوكي شايفه هذه عملت له اكسس مباشرة من انا راح نشوفه اكثر. ناخذه هنا يا مثلا البورت ونشوفه مباشرة على الويب. كوبي نرجع اللي كنا شغالين عليها نحله تاني هنا لوكال هوست من شورت في حاجة راح نشوف هنا يا هو يعمل بأساس شوفوا انت هنا اسمه 38. اذا فيه اصلا ماينس ان تيرب راح نشوف بس 38
خليكم تشوفوا معايا شو بشتغل. ثمانية وثلاثين، 36، 9. شايفين شغال على كل، لا لكن انا عندي فايروال، المشكلة عندي فايروال على هذا مو شغال هنا. يا راح نشوف شيء تاني. الاي بي مش نفس الشيء، لانه لازم الاي بي بتاع الاي بي تاع الماشين، لانه انا نسيت اني في ماشين فيرتيال ماشين. هذه هي 85. اوكي اخذها من هنا كوبي. لازم تاخذوا بالكم من شيء. سيستم ستيال ستوب فايروال، لانه انا عندي فايروال طالع على الماشين، في هذه الحاله ما غادي تشتغل. انا ضبطتها الان، راح نرجع ونشوفوها على على الثانيه. هاي شايفين هذا الكونتينر تاعنا، وفي هذه الايماج تيست باج، لانه انا ما حاطط شيء على الـ على الكونتينر. الحصه الجايه ان شاء الله راح نشوفه كيف نحطه فيه داتا، وكيف نعمل عليها شيء جديد شير. هاي عندنا اوكي، هذا مثال فقط عن كيفيه التعامل معه. اوكي، لانه ما تنسى انه انا نسيت انه الدوك البودمان شغال على فيرتوال ماشين، وهذا في الفيزيكال ماشين عندي. اوكي، كان لازم اخذ الاي بي ادريس نتاع الفيرتوال ماشين وافتح البورت هذا على الفيرتوال ماشين، باش يكون من امكان الاتصال عليه من خارج النتورك. اوكي حسين. اوكي شيخ ربي يعطيك بارك الله فيك. اسئله اخرى؟ بارك الله فيكم على الحضور، وعذرا عن حصه الامس، وموعدنا ان شاء الله غدا يكون من المفروض مع آخر حصة بالنسبة لتحضير شهادة الأرسياسة، راح نشوف فيها Advanced Topic بالنسبة للبودمان. أوكي؟ okay.